السلام عليكم ورحمة الله. تتم موضوعنا لهذا الأسبوع خصوص توافق، والعلماء خلقات تشويش، هو الإنسان بلا العولمة في تشويش، الإنسان بلا العولمة راه تشويش بحكم البنية النفسية. البنية النفسية اللي عندها علاقة بالواقع اللي هو الجسم ديالنا، احنا الواقع ديالنا الأول راه ماشي ما هو حولنا، راهو ما احنا. الواقع الأول راه ماشي دارك ولباسك ومرتك وولادك، راه هو جسمك. وهذا الجسم هذا راه أصله سيدنا آدم، الأصل ديال أجسامنا احنا سيدنا آدم. والجسم والذات والتكوين والأصل ديال سيدنا آدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بمعنى خلقة عندها صورة، وهذه الخلقة بالصورة شنو هذا المخلوق؟ ما محلو من الإعراب؟ شنو المقصود به؟ شنو الغاية فيه؟ المخلوقات كتسائل، انا ذاك اللي خلق الله سبحانه وتعالى؟ المخلوقات كتشوف فيه، اللي اذن لها الله تكون حاضره وتشوفه، راه شافته كتسائل شنو هذا العجب. هل اتى ما عمرنا تفكرنا في الواقع ديال بحال هاد الايات؟ ما عمرنا بركنا بعضنا مع البعض، علماء فقهاء اهل الفلسفه اهل الفكر، عمرنا بركنا ونشوفوا الواقع ديال بحال هاد الايات؟ كنقراوهم كنصلوا بهم، شنو الواقع ديالهم؟ غير الله سبحانه وتعالى جاء وجعلهم، الله سبحانه وتعالى غير هكا جعل. هل أتى حين من الظهر، هل أتى على الإنسان حين من الظهر لم يكن شيئا مذكورا، غير جاء الله سبحانه وتعالى ودارها هكاك، ما كاين حكمة وراها، ما كاين حتى شي حاجة، كاين والو هكاك. هذه الآية هذه نزلات نقراوها ونشوفوا فيها ونقولوا نصليوا بها ونتبركوا منها، ولكن ما نطرحوش السؤال شنو الحكمة منها، شنو المراد بها، شنو الواقع ديال هذا الخبر الهائل في حقيقتنا. ثم غنمشيو نشوفوا سيدنا عيسى، غنمشيو نشوفوا سيدنا عيسى اللي قال في حق الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سيدنا عيسى ما عندوش هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ما عندوش، عنده كن فيكون. بمعنى ان جوج ديال المسائل ما شاء الله. عندنا الاصل سيدنا ادم هل اتى، ما شاء الله هو الخلقه كاينه، والله سبحانه وتعالى في حكمته الواسعه سماه الانسان، ما سماش حاجه اخرى. ما نقدروش نقولوا الجسم، ما نقدروش نقولوا الجسد، ما نقدروش نقولوا الانسان. الإنسان. إذا إلا حطينا بين عينينا وفي الأذهان ديالنا هاد جوج الأمور، أن الواقع ديالنا في جسمنا، ولكن ماشي بوحدو، ماشي في جسمنا فارغ، في جسمنا تيقاوم الفراغ تيحاول يعمر، جسمنا تيقاوم الفراغ تيحاول يعمر. باش كيعمر بالاستيعاب، تيبغي يستوعب. ما معنى يستوعب؟ عندك الاستهلاك، كتاكل الخبز كتشرب الماء، هذا استهلاك. وعندك الاستيعاب كأنك تتاكل الدلالة، هذا هو المقصود بالاستيعاب. الفهم عملية متعلقة بلا نويتيك، الفهم متعلقة بلا نويتيك بإنعكسيون فيها لا نويز، ما هو تفكري، هذا هو الفهم. اما باش تعمر خصك الاستيعاب. شتي الفهم ما يفيدك والو هنا، شتي الفهم ما يفيدكش في موضع الاستيعاب، ما يفيدكش. بمعنى واحد المراه فاقده المتعه في الجماع، سير اشرح ليها الاعضاء التناسليه وفسر ليها ودير لها التمارين، ديال كلشي ما غتحس بوالو، لان مساله ماشي معنيه بالفهم، سي با كيستيون دو نويز.
سي اون كيستيون دو سامبوليزاسيون. اذا التوافق اللي ظن انه غيقرا له وغيفهمه وغيمشي يطبقه كيحلم، اللي كيظن انه قاري شويه او قاري بزاف وبغى يخلق توافق في حياته، حياته الزوجة ويخلق توافق. التوافق اللي كان ندوي عليه هذا الأسبوع، سواء من جهة الزواج التقليدي أو من جهة الزواج اللي غيدير له عنوان زوجنا على حب، وغتمشي تقرا كتيبات أو قرا شعب على قدها، ديك الساعة راك خدام كتنمي فلانواز، كتنمي فلانواز، كتنمي واحد المسألة عطاك الله سميتها العقل، سميتها الفكر، سميتها الفهم، كتنمي فيها. ولكن العلاقة ديالك مع الآخر راه كتدق فيك وكتسائل فيك على مسألة الحقيقة. شنو هي مسألة الحقيقة فينا؟ عندنا ما نريد، ما هو إرادة، ياك كنعرفو شنو باغيين، كتسمى إرادة. عندنا حشد الهمم باش نهزو واحد الإرادة ونمشيو بها سنين طوال، بحال اللي دار المغرب في قضية الصحراء. قضية الصحراء راه ماشي وليدة اليوم، راه حملها المرحوم الحسن الثاني، حملها من قبله محمد الخامس، وحملها الآن الشريف سيدنا محمد السادس، وحملها الشعب المغربي كامل. إذن هذيك عندنا في العزيمة، ها الإرادة ها العزيمة. عندنا أشياء الرغبة وعندنا أشياء المشيئة. إذن في العلاقة الزوجية ما غتخاطبش فيك هاد العلاقة هذه مسألة الإرادة ديالك والعزيمة ديالك والرغبة ديالك والحاجة ديالك والقدرة ديالك والاستطاعة ديالك، ما غتخاطبش العلاقة الزوجية غير هادشي، غتخاطب الكيان ديالك. والكيان عنده بعدين، الكيان عنده بعدين، عنده البعد ديال الكيان كيف خلق الله كن، هذا بعده صرف، هذا بعده لاهوتي، هذا بعده سري اللي يقدر الانسان بواحد تيسير الله يوصل له، ماشي بعيد. راه الله سبحانه وتعالى ما خلق واحد الحاجه الا باش تعرف، ما خلقش اشياء باش تبقى ما معروفاش، اي حاجه خلقها الله باش تعرف. اذا عندنا بعد الكيان موضعه المطلق اللي هو كن، بمعنى اراده الله امره صدر وتجسد فيك بإذن الله، يفتح عليك وتعرفه كامل. ولكن هنا غنديرو بين قوسين، ماشي بالساهل والله اعلم كاين اللي عنده، والله مهم هذا الباب انا ما مجريش فيه، ها هو كاين معلوم. ثم عندنا الكيان من حيث الاستيعاب، بمعنى ان الاستيعاب ما كيمكنش يكون عندنا الا بالكلام، باش تستوعب اي شيء خصك الدال، خصك الكلام. وبمجرد ما كتتكلم فانت معدوم، فانت محروم، لان الكلام اللي تكلمنا كاملين مصدره واصله طلب الامن، طلب القرب، طلب الانس، طلب الحاجة. وفي أن هذا الآخر اللي غتطلب منه الحاجة تطوعك، حلقيتك تقول لك ما تقاش تطلب هكا، شاد قلة الأدب، وتقول عفاك ماما سير تبلي، وملي تاخد حاجة تقول ميخسي، بمعنى أن تيكون عندك واحد الميول، واحد الغريزة، واحد الأشياء، وكتبدأ تدار لها قنوات، كتبدأ تضغط في قنوات. إذن هاد المسألة هادي بمجرد ما ورينا دابا أن الحياة الزوجية ما غتسألش فيك وما غتدقش عليك وما غتجرش منك وما غادي تزعزعكش غير فيما هو
حاجة إرادة رغبة مشيئة. لا 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 لا، الحياة الزوجية حيت غتولد فيها، غادي تحط من كيانك. تقول صحابو ملي الله تيخبرنا أن خلقنا من ماء دافق أصله بين الصلب والترائب، عادية دوز علينا عابر هكا سهلة، يعني ترى خدم اللب ديال الرجل وخدم اللب ديال المرأة. بحالي عثرنا، بحالي لخصنا في هذاك الماء، بحال الملخص ديالك انت، بحال هذاك الزيوت اسمه الروح ديال الزيوت، راه بحالي خد الروح ديال الزيوت ديال الرجل ومن الروح ديال الزيت ديال المرأة. بمعنى انك ملي تحط قدام مساله التوافق، وياك لله وياك سيدي، تيق في قرايتك، عندك تحب بان مساله راك لكم متعلقه بلا نويز، عندك تحبها راك تطرح تم وكتحل تم، تقدر تطرحها في لا نويز ممكن، ما كتحلش تما، كتحلش ما سيرش الراجل عنده اضطراب في الانتصاب، ها هو عنده مرأة جميلة شابة وباقي شاب ما عندوش انتصاب، والأطباء داروا التحليلات وقلبوا كل شيء ما عندوش مشكل عضوي، وسير شرح له وغدا غيولي عنده انتصاب، وسير يلا سير رجع للموضوع في لانويز، شدو وحط لانويتيك وتوكل على الله، فهمو قد فهمت 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 تعيا 100 عام تتفهم فيه ما غينتصب حتى حاجة. إذن هذا التوافق راه ماشي مسألة نظام، عندك تحب التوافق راه هو الاتفاق، الاتفاق راه ماشي هو التوافق، الاتفاق هو تنقدروا نبركوا مع عدو كنا غنكونوا في حرب معاه نقزوا متفقين، تتبقى العداوة راه عدو هذاك، ولكن كدير مع اتفاق. أما الدول كيدلوا يديروا اتفاقاتها، أوكرانيا مع روسيا راهم كيتصلوا في السر وتيحاولوا يوصلوا لاتفاق، توافق لا، توافق انه كاين قانون اللي وضع الاختلاف، الاصل هو الاختلاف، توافق ان الاصل هو الاختلاف ليس الذكر كالانثى، هذا الاختلاف المطلق، هو ماشي هي وهي ماشي هو، ولكن الشبه راه كيتشوف الصوره، العينين بلايص بحال بحال، النيف بحال بحال، في الفم بحال بحال، في اليدين بحال بحال، مختلفين في التركيبه ديال التركيبة الجنسية، لولا هو عنده قضيب وخصيتين، هي عندها فرج وعندها رحم، ولكن هذا الاختلاف المطلق، تفاعل ديالها هي في الإحساس ديالها ماشي هو التفاعل دياله هو في الإحساس دياله. إذن شتو التوافق؟ خاص بعد الاختلاف يبقى، شتي بغيتي تلغي الاختلاف؟ هذوك الرجال اللي كيبغي يردوا العيال بحال الرجال، كيقول لك اودي انا بغيتها دغريا، انا بغيتها هي اللي تجي عندي، بغيتها هي اللي تعرف عليا وتقول لي انت زوين وتركب لي في الطوموبيل وتدينا ريستورون، علاش بقاو حنا رجال؟ راه كاين رجال كيفكروك، كنشوف حتى كنشوف كنسكت كنقول مزيان يلا، فين بغيت توصل؟ بغيت توصل تحقق فونتاسم، عندك فونتاسم بغيت توصل له، ما كيعنيش انا ما قادرش تركبك وتخسر عليك الفلوس وداك الاسره، كيعرفوا العيال تيديروا هادشي وراهم كاين اللي كيديروا، عندهم واحد السيغنو كيتسماو لي كوغار، راه ما كيديروا، ولكن شنو فين هي المساله؟ فين انها دارت واحد الحاجه بحال او هو دار واحد الحاجه بحال؟ المساله هو تحافظ على الاختلاف، الا انت بعدا استوعبتي الاختلاف، الا استوعبتي الاختلاف عاد غيمكن لك تدخل التوافق، اما ما استوعبتيش هذا الاختلاف وما استوعبتيش اسيدي الاختلاف بلا ما تصمت كاع الحلقه حي اسر حي كاع. اذا فين بعدا حنا سدينا الباب؟ ماشي مسألة الفهم ماشي مسألة القراية، غادي تيسر لك القراية والفهم، ماشي ما غادي ما كنقولش تدخل مكلخ وتدخل جاهل، او حنا راه أمة اقرا راه أمة العلم، ولكن ماشي المجال ديال التوافق ماشي هنا، سوني با اون كيستيون دو نواز. علاش مولير غيدير واحد عمل هائل سماه لي فام سافونت، النساء العالمات، سيروا شوفوا هذيك الصراحية ديالو الأوبرا ديالو هائلة لي فام سافونت، إذا مسألة توافق ماشي مسألة اتفاق، ماشي مسألة نظام،
ماشي مسألة سلطة وأمر وتحكم. هذه مسألة حقيقة. يمكن يوصل الإنسان الشرط الأول أنه يخشيوها، ماشي مسألة لا نواز، ماشي مسألة الفهم، ماشي مسألة معرفة، ماشي مسألة قراية، ماشي مسألة دراية. عارفين دابا هنا كيتلاقى، هنا كيتقاد الأمي مع العالم، كيتقادو هنا. هنا راه ما تسلكش بمعرفتك بفهمك، ما تسلكش. الحباب اللي سمعوا الحلقة البارح، أختنا حياة من بلجيكا، واحد القطار اللي شعلت واحد البلاصة، شعلت تقدر هي تسأل تقول علاش دار معايا بحال هكا، علاش شعل؟ علاش؟ وغنشرح ليها كانت في الاستماع، وغنشرح علاش كتصرف هكاك. المكالمة معايا في البرنامج، مري معاكم دابا قريب 14 عام الحمد لله، أنا ما كنلعبش دور ديال لا يوجد أي مشترك في الرقم الذي تطلبونه. فوالا غلطنا في شي نمرة، كيجاوبنا واحد الروبو مسجلين لهم مالية واحد الأصوات، واحد الجمال كيجاوب. أنا ما هوش هذاك الروبو. أنا من الناس والحمد لله بقولت أنا، أنا ما كنقولش أعوذ بالله بقولت أنا، كنقول الحمد لله بقولت أنا. لأن ملي كنقول أنا كتجيب العينية الصورة الكريمة اللي كيقول الله في حق سيدنا رسول الله، قل هذه سبيلي على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ها فين كتجي؟ فين كنقول أنا الحمد لله بقول أنا؟ أنا الأنا ديالي كنطلب الله تيسر سيدنا رسول الله شاد الخط وراه هاد 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 شمس الأكوان. الأنا راه عنده هو، أنا راه ما عنديش أنا، أنا راه عندي ظل انعكاس ديال النور ديالو. أنا عندي الخيال ديال أنا، ولكن الخيال ديال أنا من جهة رسول الله ما شاء الله ماشي شي حاجة عادية. وأنت والآخر والآخر قول أنا مزيان الله يعاونك، الله بارك عليك يا أخي. أنا ملي كنقاد واحد الموضوع تنوضع واحد الخريطة فكرية لواحد الموضوع، راه المادة اللي كنفكر بها راه إيماني، راه ما كنفكرش أنا بعقلي، لأن العقل عندي كيمدني بالأدوات. أما المادة اللي عندي في الموضوع راه الإيمان اللي عندي أنا في الموضوع. ما معنى الإيمان اللي عندي في الموضوع؟ المغاربة أحبابي اللي تجاوبوا مع هذا البرنامج ومع هذا العبد الضعيف، راح كل كلمة كيسمعوها مني، كل جملة كيسمعوها مني، كل حرف كيسمعوه مني تيعرفوه جمرة حمراء. أنا ما كنصطنعش الفكرة، أنا ماشي كوميرسيال ديال لو ديسكور، ما كنصطنعش الفكرة. أنا إما مآمن بالفكرة وغادي نتكلم بها، ما مآمنش وغنسد فمي. بمعنى أنه من اللي غتكلم معايا يتكلم معايا شخص رجل أمر يتكلم معايا، وكنقول لكم الإحساس راه علم، راه ماشي مسألة عاطفية، راه ماشي مسألة العاطفة والتعاطف. الإحساس عندنا احنا المسلمين، فعلم المسلمين راه علم. القرآن الكريم يقول فلما أحس عيسى منهم الكفر، غتمشيو لتفسير القرطبي وغتلقاو تفسير الزجاج يقول علم، علم إما عندوش الخبر يمشي يقلب له. إذا ملي كنقول لكم الإحساس راه علم، بمعنى ملي غنتكلم مع واحد الشخص، ردي معايا واحد السيدة مثلا، السيدة حياة من بلجيكا، ردي معايا انا ما كتشوفهاش، هي ما كتشوفنيش، انا كنسمع عليها وهي كتسمع ليا، انا كنتكلم معها هي كتكلم معايا. واش احبابي عندنا لاكوزي ريسبسيون ولا ما عندناش؟ دابا ملي كتصل واحد الرساله ها ريكوموندي، تيقول لك في البريد واش بغيتي لاكوزي ريسبسيون ولا ما بغيتيش. ملي كتكتب واحد الميساج في التليفون راه تيقول لك هذاك التطبيق واش بغيتي لاكوز ريسبسيون ولا ما بغيتيش. شنو هو لاكوز ريسبسيون؟ هو ملي كتوصل الرساله ديالك عند الاخر تيبلغك واحد الجهاز بان راه وصلت. دابا حنا كنعرفوها في البريد، كنعرفوا لاكوز ريسبسيون في البريد، الا مشيتي درتي ريكومونديت يقول لك، كتقول له سيدي لا بغيت توصل، بغيت لاكوزيسيون وصلني بانه تسلم،
وملي تيسلم ساعي البريد هذيك الرساله لك الشخص كيقول له سنين يعافاك في الدفتر مزيان طري البطاقه الوطنيه ديالك كذا وكذا وكذا وتيقطع واحد الورقه وتيرجعها للبريد كترجع لك تلقاها عندك بانه تسلم. دابا هذه ما بين لي زورديناتور في ترانسميسيون دو ميساج كاينه ياك، ما بين ساعي البريد واللي كيرسل واللي غيتسلم كاينه. وملي كنتكلم لكم احبابي على لي في نايش ليش لي في ريترو اكتيف، الدال يعقوب على الاثر بعمل رجعي، شنو كتحبوا دابا؟ هذا نظريه اللي كتحبوا البعض غيسحب بانه غنتكلم عليها نظريه ما اشتغلتش عليها، ما فعلتهاش في الدم عندي، ما دخلتهاش الحمض النووي، ولا ما عندكمش انتم راه عندي انا، لا ما عندكمش راه عندي انا. ملي غنتكلم مع واحد الشخص كنتصنت جوج التصنيطات في ان واحد، تصنيطه اش كيقول وتصنيطه واش كيبلغني انه كلامي بلغ. واللي خصكم تعرفوا في هذا العمل ديال التحليل البنيوي اللي كنشتغل فيه ازين 30 عام، هذا العلم ديال العلماء راه ما كنلعبش معاه، كنحترمهم وكنقدرهم وموقرهم وتنقول يا ربي تيسر لي نصيب من علمهم، يا ربي كيسر تيهليهم يسروا لينا دحنا بما فيه من الصلاه على النبي وبما فيه من العباده، ما كاينش اللعب، واخذها بواحد الجديه ما تصورش على البال. بمعنى شتي غيتكلم معايا شخص ولا كنتكلم معاه خصو يوعى، خاص لها حياه بلجيكا توعى مزيان بان لا هي ما عارفاش بحال هذا النوع اللي حنا فيه في المغرب، ما عرفاش بلجيكا راه كاين عندنا حنا هذا النوع. كنسمع لكلامك وكنسمع لنفسك واش كترسل ليا ان شنو رسلت ليها تبلغات. اللي خصكم تعرفوا في الدال انه دائما كيبلغ، شتي تسمع ولا ما تسمعش الدال كيعبرك كيبلغ. وشتي عندنا حنا الاذن مربيه الحمد لله، شتي واخا انت ما ديرش ليا ايماء، واخا ما ديرش ليا ايحاء، واخا ما تقول والو، هو الدال اللي انا تكلمت به تيقول لي هذا راني بلغت عنده، ورا ما باغيش يوريك انني بلغت عنده. اذا ملي هذا كنتكلم معاه وهذيك تنتكلم معاه، يا اما حوار لا يوجد اي مشترك في الرقم الذي تطلبونه، سولها دوي معها اطلع معها هبط معها، غتعاود لك نفس الجمله، لا يوجد اي مشترك في الرقم الذي تطلبونه. حنايا في الدومين ديال لانوايز كنفهموا كنتحاوروا، اها حنا غير فقط الانسان غير فيه لانوايز. اذا صبحتي انت هي سيدنا عيسى للحياه، حيث سيدنا عيسى ما عندوش هاد هالاتى على الانسان حين الدار، ما عندوش، هو الوحيد اللي ما خدمش عنده، هو الوحيد اللي ربي دار فيه واحد السر استثنائي استثنائي من غيره، هو من سيدنا ادم لاخر البشر كلنا علينا هالاتى. هذه راه قدا قداش في الاستعاره، عندك تحاول سهله، هذه هي اللي غيكتشفوا علماء اللسانيه كيلانغويست، اللي هو هروب الدال والمدلول عن بعضهم البعض. سيت اون فويت، دائما الدال والمدلول، لو سينيفي والسينيفي، دائما السينيفي هارب من لو سينيفي دائما، ولو سينيفي وشكون اللي كيساعدو؟ لو سين، ديك العلامه اللي سابقه ملي ولدك في الصوره باش كيبدا كيسميش لك كلب، تيقول لك عو 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 عو، انت كتقول له الله يلا بصح عو 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 عو، يجي ولدك صغير تيقول لك عو 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 باش كيبدا بلوسين. ديك الساعه ولدك غادي يتعلم من لوسين، غترمق البنيه النفسيه ديالو في الاستيعاب موضع فارغ، غتشوف ها هو تيستعمل عو 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 علامه سانسين كيدل به على واحد المخلوق. ديك الساعه بدا كيبوانتي لك لا ستركتور ايبيرونيميك، مازال ما عرفتيش واش كاين عندك الكلب ولا كاين عندك الحيوان من جنس الكلاب لي كاليدي، زعما عرفتيش ديك الساعه راه كتحط عنده هو لا ستركتور ايبونيميك ايبونيميك خدامه كتحط. دونك ملي كيك عاو عاو سي تان سين، كيس كي بوينت لو سين، ماشي ان اوبجي، ماشي الشيء، ماشي الكلب، واحد الموضع فارغ. هذاك الموضع الفارغ هو اللي فيه علم ادم الاسماء كلها، هذاك الموضع الفارغ هو اللي فيه الاسم اللي غيتعلمه من بعد. دونك تيشد هو عاو 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 او بالفرنسيه واف 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 او ميا 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 اللي بغيتي تاخذ من الاصوات، فتيخدم بما يسمى استركتور بريديكاتيف، هي اللي غادي تالف فيه لي كاليفيكاتيف النعت والصفه،
هي اللي غتشكلوا لا بونسي كاتيجوريه العموديه. اخباركم هادشي هضره قل من عام، شي هضره كيخدم فيه الدري قل من عام، البنيه خدامه كتحط قل من عام. اذا انسان يا اما يفهم الموضوع في العمق ديالو كله، يا اما يسكت، يا اما فهم الموضوع في عمقه كله ما استطعتي، يا اما اسكت. اما تقرا جوج حروف ويعلموك تحبق شو الحوت خافي سوغ سوا وتجي وتقول جو تخافي، احسن لك سد فمك، احسن لك سد فمك. الامي احسن مني واحسن منك الامي، امي تقولك ما عارفش. فملي ما كتبلغش انك تبلغتي وانت تبلغتي انك تسحب راه واحد محسبيك، انك تسحب على الحياه انني ما غنديش قدره انني نسكاني، انك تبلغتي وما بغيتيش تبيني انك تبلغتي. هي فين غادي ندخل لو كونتونون اي لو كونتوني الحاوي والمحتوى، هي فين دخلت. دابا شوفوا الرحمه الربانيه، شوفوا الرحمه الربانيه والاستثناء الرباني مع العباد ديالو. استثناء ده مع ناس ديال بشحويج الروعه منهم ما شاء الله. دابا راه بامكان المراه تحمل من الراجل ياك، كانها غادي نحل واحد القوس عاقف تناقر شعيالات نخليه من بعد لحليتو يتاقلو شعيالات، حيت هما اللي همهم مسألة الإنجاب ومسألة الواقع، هما اللي همهم بعض النساء ماشي كلهم. دابا ملي كتشوفو لي دائما كنطرز ونرجع لموضوع النكاح والجماع القاضية بالفرج، دابا شنو واش أنا مهووس بيه ولا شنو واقع؟ عندنا مرة عيطت لي واحد المستمعة مسكينة قالت لي وادي ما سيد دريبي كدوي على النكاح وادي ما، حتى باغا تخرج من الراديو تقول لي وانت صافي سكتنا. علاش انا غنرجع له؟ علاش؟ علاش غندوي عليه وندوي عليه وندوي عليه وندوي عليه؟ علاش؟ لانه عامر، عامر هو بماده فكريه، هو تيمدك بالماده تيقول لك باغي تفكر باغي تفهم، هاجي خذ خذ من هنا. راه كان بامكان الله سبحانه وتعالى صفر لمرتك في ودنها تجي تصفرها في ديك صفر وتحمل، راه ممكن. راه ملي رسل سيدنا جبريل لامنا مريم راه نفخ ليها في الكم ديال جلابيتها، شد ليها الكم ديال جلابيتها ونفخ تم نفخ هنا حملت ليه، راه ممكن سيدي ربي. هذا راه دير صفاره تجي حبيبه بغيت وليد، بغيتي وليد ولا بنيه؟ بغيت بنيه. اه بنيه سي بيمول وليد دو ماجور صفر او حملات. كان بامكان سيدي ربي صفاره، كان بامكان نقبلوا المراه تقبلها واحد القبله كبيره بخاش هذا مقبله 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 او تحمل. لا سيدي ربي ما داشوك، دار واحد الجماع لقاء اتصال ديال الجسم مع جسم عبر واحد العضو، في واحد العضو اللي غيعطي لذة استثنائية. سؤال علاش؟ دابا عنده الله سبحانه وتعالى الخلقة بكل فيكون ودايرها، راه وجودي وجودك وجودنا كاملين بكل فيكون، ولكن كن فيكون المطلقة ماشي هي كن فيكون ديالنا حنا البشر. حنا كن فيكون دار فيها جوج أبعاد، دار فيها السر اللي غيوضع فيك اللي هو فيه الأمر ديالو فيه إرادته، ها هو دارو هنا في الفلسفة الذكية ديال الإغريق غيفرعوا ليتر إي لي طون، غيفرعوا راه فهموا هما هاد المسألة. هادشي راه كندوي لكم 400 سنة قبل المسيح، فهموا بأن كاين ليتر كيان حقيقي مطلق وكاين لي طون. دابا ملي دار الجماع الله سبحانه وتعالى ها هو كاين تكوين بالامر ديالو، راه في المراه راه كاين الامر، امر رباني راه نزل كاين، ولكن كاين النصيب ديالنا خلانا هو اللي هيئ لنا نصيب، قال لنا يلا خدموا طبعوا هذاك الدري طبعوه طبعوا هذيك البنت يلا طبعوا. هو راه قال لنا يهبوا لمن يشاء، راه قال لنا يهبوا، هذيك راه هي المساله ديالو الكبيره، ولكن خدانا من الماده قالنا اعطوا الماده ديالكم اعطيو. بمعنى ان لا ما غتحسيش لله وما غتحس سيدي بها في هذيك اللحظه
ما انتش بنادم كاع بلا ما تفكر في التوافق، صرف فكر في زعلوك، صرف فكر في البركوكش، صرف فكر في المدهوسه، صرف فكر في عفش يعجب، ما تفكرش توافق. التوافق راه بدا تما. واش حسيتي معاها بيها؟ واش حسات معاك بيك؟ واش لاكوزي ريسبسيون دار بيناتكم؟ لاكوزي ريسبسيون يعني ما تقولش لك بحال الممثلين ديال افلام بورنو اللي غوتوا. لا لا لا، راه عندنا جوج انواع، عندنا اللي كيمثلوا وعندنا اللي كيقبطوا النفس. كاين الراجل ناعس مع مرتو كدير لابلي كدير ملي بداو يا ساقلة ميتة، حتى كيسالي كدير كتنفس. وكاين اللي تا هو ملي كيدير معاها دير لابلي بحال غير تشقى البحر قاطع النفس، حتى كيكمل اعوذ بالله اشطرش خويا مالك اش واقع؟ اش واقع؟ راه غيجي ولد راه غتجي بنت. اذا اللي ما حش تما وما اكوزيش ريسبسيون الاخر راني حسيت، وماشي اكوزيش ريسبسيون بحال افلام بورنو لا 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 مهرجان الغوات لا لا لا. وبالصح وبالصح وبالصح، علاش الموده والرحمه؟ وبالصح كاين راجل مراته تعاود ليا عاقله على الساعه اللي حملات فيها، قلت لها دخلناك والله كي درتي عقلت، قالت لي حسيت استاذ وانا نطمئن على هذا النصيب من العين، قالت لي حسيت استاذ بان هذيك اللحظه راني حملت ويلي. ومراه حامله بشهر وشهرين ثلاث شهور ما حاسه بوالو، ووحده مع زوجها انتهت العمليه حسات بانها حملت. والله اكبر، بمعنى ان اللقاء ديال الماني ديالو في البيضه عندها دار واحد الديناميكيه في ذاتها حسات بها السيده. هادو راهما النساء هما هادو، هادو هما النساء هما هادو. قال هي المراه الحقيقيه اللي ما خصناش خصنا نحافظوا عليها وخصنا ما نلوتوهاش وما نكلفطوهاش وما نكرفش. هذا راه كنزهد دابا، تخيل داك الدري اللي غيتزاد الكبد اللي غيتزاد. اللهم صل عليك رسول الله بلا ما تامروا داك عاشوا فيه، قول له ولدي دوب حداك يدوب، لان البيضه البيضه اللي حملت منك السيد راه مو حسات بها، عرفت الحركات مع السلوك قسمي عطاتني التوقيت. والسيده مشات لعند جينيكولوج وبحثات وقلبات ولقات بان هذاك التوقيت اللي هو نيت في الحساب اللي عطاها الطبيب هو هذاك نيت. قال لها لا حملتي النهار في الفلاني، قال لها الساعه ما نقدرش نعطيها، قالت له نعطيك الساعه 20 الساعه، قالت له عندي. اذا شكون هو هذا اللي غادي يبلغ له الكلام وغيتعامل بحال اللي ما بلغش له الكلام؟ شكون هو انا؟ شكون هو انا؟ هذا هو اللي كيتسمى عندنا حنا المسلمين العاصي. هو هذا العاصي، راه ماشي ولي ديال المعصيه ولا العاصي هو اللي ما رطبش. باش كتسمى هي العصا؟ العصا حيت واقفه قاصحه ما رطباش. العاصي عندنا حنا المسلمين راه ماشي ولي ديال المعصيه، العاصي هو اللي ما رطبش، اللي ما تيتلواش، اللي ما كيتحناش، اللي مجمد. وسبحان الله وتيسأل الإنسان على التوافق. ما مشي السول واش عنده رغبة مستحيلة ولا رغبة لا ترضى، ما مشي السول على نفس لا تشبع كيف دوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. لا لا لا، التوافق بما نعطيني وصفة غنشد ندخل الكمبيوتر عندي، غنمشي حيت أنا كنشتغل في لانويز وغنطلع الكفاءات والمهارات عندي وغادي ندير أسلوب وغندير نظام وغندير تحكم وغنفلح. لا، حتى ما يكونش الله خلق النفس، الله سبحانه وتعالى خلق النفس وهي اللي غدير لك المانع. تعلم ما بغيتي، نظم كيف ما بغيتي، تصرف كيف ما بغيتي، تحكم كيف ما بغيتي. السؤال الطرف الاخر اللي هو رجلها طبعا عنده نصيب، عندك صحاب ما كنعرفش انا الاخر راه عنده نصيب، ولكن اللي شافت هي نصيبها سلكت الاخر. شنو النصيب اللي عند الاخر؟ وشنو كيتصرف؟ كيستعصى عليها فقط؟ لا. اخباركم الذكور، الذكور راه ماشي عيب هنا، راه بصح الذكور راه شي راه ميزه، راه ميزه كبيره هي، راه ماشي سهله. داك تصحاب الذكور راه كنعيب بها على الذكور، لا الذكور راه ميزه كبيره، خصو يكون ذكر باش يتلقح ولا راجل، ما كانش ذكر ما تلقح. اخباركم ميزه الذكور انه لا ما جاهش لاكيز ريسبسيون، انا عندي معرفه الحمد لله، عندي معرفه تنعرف الدال بلغ وكنعرف الاخر ما
ما بغاش يبين ان الدال بلغ. الدال ورا خبرني قال لي بلغت، والدال قال لي الشهاده، ما بغاش يبين انه بلغ. هو هذاك اللي الراجل اللي جا المرأة كدير لي كتقطع النفس، ما كيعرفها واش كتحس ما كتحش، واش عاجبها ولا ما عاجبهاش، واش كتمتع ما كيعرف والو. تملي كيكمل كتقول له كملتي؟ اه نعسو. تبقى متساءل واش مرتي كتحس، واش عجبها الشغل ولا ما عجبهاش. اه والاخرى اللي غادير له مهرجان، ما عارف هو المهرجان واش بصح ولا بحال داك الشيء الاخر الافلام. المهم عندنا جوج الانماط، والحقيقي هو اللي وتتشوف فالمرأة كتشوف فالمرأة كتهيش. راه كاين اللي عنده مرتو وعندها راجل عاد شوفها كتشوف فيه مرتو والطرف في بلاصتو دقه القلب كيزادوا له، ها العين في العين جات. اخباركم بان الذكور الى ما جاش لاكيزي ريسبسيون اللي ما رجعش وكان متعلق بالمراه كان كيحبها كيسهر. اذا هذا واحد البعد غيبي، البعد النفسي راه بعد غيبي. وعندنا من المعرفه الله يجزيهم بخير العلماء خلاو معرفه كبيره ثقيله باش نعرفوا فين، نعرفوا انه بفهمنا ووعينا وبادراكنا شنو غنفهموا؟ غنفهموا غير الموضوع الخارجي على الحقيقه ديال الواقع ديالنا اللي هو الكيان اللي هو في الجسم. شتي فهم بلا نواز، راه كتفهم بحال اللي كتفهم في واحد الكتاب، واحد النظريه هكا ما عرفتيش لها تطبيق. ولكن ملي غتجيبها للحمك، غتجيبها لدامك، غتجيبها لواقعك، لا نواز والفهم اخليهم جانبا وجي شوف قواعد العلاقه الانسانيه الحقيقيه. انه الى شافك الانسان راه كياثر فيك، الى تكلم معك راه كياثر فيك، وانه عنده قدره يعرف انه اثر فيك، وانك كتمتنع انت انك تبين انه اثر فيك سواء واعي بها او واعيش بها. فهذا غير شكل على مسألة التوافق، ماشي عائق، استحالة. مرحبا معنا للا سكينة من الدار البيضاء. مرحبا للا سكينة. الو سلام. الو 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 كنسمعكش مزيان للا سكينة. الو وي للا وي مرحبا بك. لاباس مزيان. السلام عليكم. نتكون مرحبا. كتسمعش مزيان. كتهضري كتخرجيش الهضره، شاده عندك. خرجيها. كي غندير لها نخرجها؟ بحال اللي شاد لي عليك شي مانطه ما عرف، ومخشيه تحت شي طربوش وملفه في شي. شوف يلاه. دابا شويه. دابا مزيان. دابا بدا لك الحمد لله. الحمد لله دابا كتفتح الصوت. الله يودي. مرحبا بك لا سكينة. ما عرفتش البروفيسور واش عقلتي عليا ولا لا، حيتاش تكلم معايا وغادي نخدم الشغل ان شاء الله. كمل. واخا يلا كملت واحد الفيديو ديال اتيان كلاين. ديال اتيان كلاين وي. شنو عنوان؟ كيس كان اوبجي؟ لا لا بلاتي، سميتو كونتخ لا مونتخ فغيمون. نبغيك تشوف كيس كان اوبجي ديالو. شوف المحاضرة ديالو عنوانها كيس كان اوبجي. واخا نفرج. شنو هي الحاجة؟ ما تستعملش هاد الكلمة نتفرج فيه. محاضرة العلماء ما كنتفرجوش فيها. قول غندرسو. عندك تفرج فيه. ما حناش في السينما. معاليم هذاك. بالطبيعة. قول غنمشي ندرسو. ورقة وستيلو. تفطر يكون حداك بنتي وتمشي بالدقيقة وديري بوز وتكتبي. وتمشي بجوج دقائق وديري بوز وتكتبي. أنا شتي هذوك الندوات اللي عنده هو. أنا راه عندي مكتوبي. عرفتي شنو كتبت مكتوبي؟ أنا شتي هذاك الفيديو اللي شفتيه. أنا تنخرج منه الجمل، عندي فريق عمل تيخرج منه الجمل، وعندي أن فيشي وورد ديال المحاضرة ديالو كنسمع ليها وكنشوفها وتنقراها. دابا كتظني ملي غادي نبغي نتخرج من واحد المحاضرة الجمل كاملة وحدة بوحدة سهلة؟ راك شتي المحاضرة عنده فيها ساعتين تبارك الله، ساعتين ونص. لا. كي جاك هذاك العالم؟ هو الصراحة فوق ما كنسمع ليه. حيت هو كيجي من واحد الموضوع ديال الفيزيك مثلا.
ولكن راه متشعب بزاف داخلين فيه زعما بزاف ديال الله يرضي عليك. داخل فيه الفلسفه وداخل فيه شحال من علوم. يعني هذا الفيديو اللي شفت راه غنعاود عاوتاني. الله يرضي عليك. اييه الله يرضي عليك تبارك الله عليك. اييه باش نعطيك واحد الكونتكست على نجي السؤال ديالي. هذه عامين بديت كنشتغل دونك تبعت واحد النصيحه اللي كنتي قلتي لي ديال انني ناخذ جنب في الخدمه. نخدم تقريبا عامين في ديك الساعه نخدم على المشروع ديالي. الله يرضي عليك. كنخدم واحد الحرفه يدويه اللي كنتعلمت شحال هادي. واحد الفكره كانت في الدرس الثاني فاش دابا هاد الفيديو قلت لها شنو غنعيط للبروفيسور وغادي نسول. ايوا حيت هو دوا على كيفاش ان عندنا واحد احنا كندويو على الوقت وحنا ما عارفين هذا الوقت هذا شنو هو. الله يرضي عليك برافو عليك. هذيك المحاضره عنده غزاله هذيك غزاله عنده. وقال عاوتاني قلت له لاحظتي كيجعلنا نراجعوا هذيك الفكره ديال الوقت كيمشي تيقول ما بقاش تقول كيمشي فين كيمشي تيجي القوه ديالو. هي تفضل تفضل بنتي تفضل. وقال فهمتوا حنا كنقولوا زعما الوقت كيمشي الوغ كيفاش زعما كيمشي ممكن تيقول لك راه ما عندوش واحد البلاصه كيجي منها البلاصه كيمشي ليها. حنا اللي كنتحركوا فيه وهاد القضيه علاش بغيت نسولك على الفكره او الكونسيبت ديال الطموح اننا نبغيو نحققوا مثلا ننجحوا في واحد الحاجه ونتعلموا الخدمه ونديروا بحال هكا بالزوجيتين. علاش القوة صوتك تجي وكتهبط؟ ملي كتدوي في الاخر صوتك تيتحل. ملي كتبدا تدوي في موضوعك صوتك تيفشل. حيت يمكن البروفيسور حيت زعما لا بريزونس ولا مون ايدونتيتي ولا ما عرفتش شنو هو انا ديالي انا مازال ما عرفتش كنحس بعض المرات كنحس بالمجموع بعض المرات كنحس بحال واحد الشجاج بحال هادي كيسميها فرويد لومبيليكاسيون دو لا فولونتي. قيدي لومبيليكاسيون دو لا فولونتي شكتعني لومبيليكاسيون شكتعني لومبيليكاسيون دو لا فولونتي. عيب حيت مشيتي واحد الجمل بديتي كتكلمي فيها على ليدونتيتي ديالك وعلى انا وغاتشلدي كاع الشغل عرف شويه فرود غيكتشف واحد الظاهره لنا فرود راه بقالي واحد العالم ديال واحد العمل استثنائي. الا كان عبقري جاك لاكون عبقري فرود راه هو اللي قدم له هو اللي وجد له الارضيه. جاك لاكون كون ما لقاش الارضيه ديال فرود يقدر يوضعها بعيد شعلو نظريا يقدر يوضعها ولكن لقى قاع عليه وضع ارضيه قد قداش كان كيسميه جاك لاكون كيسميه فرود لو كغون ميتر. دابا شنو قال لو كغون ميتر فرويد شنو قال؟ لومبيليكاسيون دو لا فولونتي. شنو هي لومبيليكاسيون؟ كتكون واحد الجرحه مجروحه ياك؟ كتربى فوق منها واحد القشره كتكون جرحه مجروحه طار لنا طرف ديال الجلد طار كتربى واحد القشره يابسه في الاول ياك؟ مع المده ملي كتربى هذيك القشره اليابسه الفوق راه لتحت كتربى الجلده الجديده راه كتربى واحد الوقيته باش ملي غتبغي الجلده التحتانيه تخرج هذيك القشره اللي كانت متصله باللحم ديك القشره الفوقانيه اللي كانت يابسه متصله باللحم كتولي لقصتيها بصبعك كتحسي بواحد الخاويه تحت منها كيبداو الدري الصغار ديما يلبسوها ملي كيحسوا بها كاينه خاويه تحت منها الدري الصغار ما يخليوهاش في خاطره كيبداو يلبسوها تيحيدوها وكتلقى لتحت اللحم باقي احمر ولكن راه بدا تيبرى شتي هذيك الخاويه ما بين القشره الفوقانيه وما بين الحيمه اللي تربات ولكن باقي ما كرماتش كتسمى اومبيليكاسيون. شنو هو اللي غيعمر؟ دابا غنديروا الاسقاط عليك. شنو هو الاسقاط؟ هو اللحظه اللي الشخص تيتحرك في الواقع باغي يقرا باغي يخدم باغي يتزوج باغي يدير دار اي حاجه في الواقع عزم عليها باغي يمشي يحققها تيلقى في هذيك القوه اللي هز بها العزيمه باش يمشي يحقق تلقى بعد ما دخل في الانجاز
كيلقى كتجي واحد الخاويه فهمتي علاش كاينه؟ اه شنو كتجي؟ خويه كتجي هاد الخويه متعلق بها شنو؟ عضلاته، لحمه، جسمه، عقله، شنو؟ اين ما جا متعلق بها هاد الخويه؟ نفسه زيد برافو عليك انت جيتي مزيان زيد عقله رغبته شتي الرغبة راه هي الطاقة المحركة ديالنا عندك الرغبة غتحرك ما عندكش الرغبة غتوتش صافي الرغبة هي كلشي تقاديت معاك دابا ياك تقاديت انا معاك دابا والله يا بغيت نجبد لك راه هادشي كاع ديال دوك الازمات اللي كيديروا والو ونسيت الموضع ايوا واش غادي نديروا راه وقيلا خدامين بالنية ما خدامينش بالعاني يلا كمل دابا انا لحت الكورة يلا لعبي دابا ماركي ماركي بيز يلا واخا يلا انتخب النسوي انتخب النسوي المغربي راه ما شاء الله عليه يلا يلا وريني دابا انا لحت الكورة يلا وريني اش غادي بها جيت ديال الحالة ديال بروفيسور ديال انا قلت لك شحال ملعب عندك خمس ملاعب باقا صغير هو لا لا غير على الكره زعما شحال هذيك ما كي ولكن المنتخب النسوي هذا الاخر تبارك الله عليهم تبارك الله فيهم وصلوا ان شاء الله نشوفوا منهم اي ان شاء الله يجيبوا لنا الانجازات الكبرى تبارك الله انا تبعتهم هذاك الشيء كيف الراح ما شاء الله مقاتلات ما كاينش لعب ايوا قول لي باغابوغ على هاد القضيه اللي قلت لك البروفيسور ديال ديال الطموح دابا فجاه الله عطيت انا لقيت واحد لي بروغرام اللي كيسيروا لي زوتو اونتربرونور كاين هادوك لي بروغرام دو سوبونسيون ولا دو فينونسمون ولكن بقى كيجيني واحد السؤال ديال علاش زعما اشنو باغي يخليني علاش من زمان ما نخدمش عامين ثلاث سنين خمس سنين واخا يكون عندي واحد المدخول محدود ولكن بدي نتعلم ونزيد نحسن المهارات ديالي علاش غنمشي لهذاك البروغرام دو فينونسمون باش سوا ديزون نحسن زعما الوضعيه ونكبر المشروع هذا علاش البروفيسور ما دابا 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 هنا اللي سكينه ما 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 كتستعمليش الذكاء ديالك بشكل صحيح شتي اي حاجه متعلقه بالدراسه متعلقه بالعمل بالمقاوله الذاتيه اي حاجه عندنا ناس كنستشروا معاهم ابنتي الله يرضي عليك ما تجعلوش من الاستشاره ديال الخبراء مجال ديال لانتروسبكسيون خليو المساءله والبحث في الذات والبحث في النفس انني نقول علاش وكيفاش هذيك مسائل اللي غنتعلق مثلا في التفكر متعلقه في شي حوايج اللي غادي نديرها في واحد الفضاء اللي معني به نفسي الداخل اما ملي غنخرج للواقع الواقع عنده هيئات المغرب ما خاويش من المؤسسات عنده هيئات علاش غادي ندير مشروع ذاتي وغنمشي ناخذ واحد التمويل او علاش هذا السؤال ما طرحيش لنفسك بوحدك هذا غنمشي عند واحد الاستاذ او واحد مستشاره وغادي ناخذ واحد المعيد الله يخليك عندي واحد الدراسه درتها في واحد الورقه ها هي وانا كنطرح سؤال واش صالح ليا هذا المسار او هذا المسار استشروا مع الناس عندنا فاصل ثم نعود مرحبا معنا محمد امين مرحبا سي محمد امين من مدينة مراكش وعليكم السلام عافية استاذ ديبي مرحبا بك سي محمد امين نهار كبير هذا خويا مشد ديال الخط معك الله يجازيكم بالخير الله يكبر بيك مرحبا بك الشريف مرحبا الله يخليك بارك علينا خويا فات الى الشايب بزاف الكبيره اللي كتقوم بها من اجل التوعيه ديال المجتمع ديالنا بارك الله فيك الشريف واجب الشريف مرحبا انا شحال وانا كنتخنى دابا ودابا تليت غادي وشويه كنخزع والتليفون ما كنسمعش مزيان الله ما كرهش اسي استاذ بالصراحه ما كرهش عندي واحد الاضطراب نفسي واحد المشكل شادي نقول لك استاذ ما كرهش نجي عندك العياده ديالك بالضبط لا صعيب الحال شويه صعيب الحال شويه شحال في عمرك اسي محمد عندي 36 سنه استاذ مزوج مازال مزوج الو الو كنسمعك استاذ هذا انا غادي في الطريق اه كاين شويه واش مزوج ولا مازال الو الو قطعت المكالمه بالنسبه للبنت ناس وكاينه راه ما كاين مصعب
من الواحد اللي مشتت. مشتت راه كيفوت على راسه فرص، كي يضيع وقت وكي يفروح راسه بمجه. والإنسان اللي مشتت ما خصوش يحل الباب ديال ما يسمى البحث عن حقيقة الأشياء، ما يحلوش، خصو ما يحلوش. ملي تيتحطوا لك كتوبة، كتاب فيه فهم حقيقة الإنسان، وكتاب فيه كونطابيليتي، اللي مشتت خصو يمشي يحل كتاب الكونطابيليتي، وملي يقراه ويطبقه ويمشي عاوتاني يقرا ويتحطو قدامو جوج كتوبات. سر الأعظم في الكون ها هو كتاب، وكتاب سميتو قانون الصفقات، خصو يمشي يحل كتاب قانون الصفقات. ما يحلش المعلومة وما يجلش أمام السؤال وما يتقابلش مع المعلومة، بمعنى أن هنا خصو يكون في الطاعة المطلقة. إلى طاع الإنسان هنا خضع، هذا الأمر يسلك. أما إلا مشيتي حيت الحقيقة عنوان هائي وجميل، كاينش اللي غادي يجي يقول لك اش كدير، تقول له انا كنبحث في الحقيقة، وغادي يدور فيك يقول لك هذه حاجة جميلة، نبحثوا في الحقيقة ونسعوا، نبحثوا في الحقيقة وعطالين على أمنا وبانا وخونا وما عرف شكون. هذاك اللي جاي يخطب عند شي دار وقالوا له مالين دار، ايوا سيدي مرحبا يا سيدي عندك شي دار؟ قال لهم لا ساكن مع مالين دار. مزيان، شنو خدمتك؟ قال لهم خويا كبير معلم. اي ولكن انت شنو خدمتك؟ لا لا خويا كبير معلم كاين في قال دار كامله بما فيهم انا، وجاي يخطب هذا. اذا ملي كل واحد مشتت ما غيلقاش الجواب بحثوا على الحقيقة، والله لقاه. لأن السيروت الأول هو الطاعة، هو الطاعة. الطاعة ديالاش؟ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ما معنى اعملوا؟ اعملوا أنك كتخدم، كتدخل مدخول، وهذاك المدخول كتجعله يكون دائم، وكتدير به واحد الميزانية، وكتعيش على القدر ديال ذاك المدخول. هذاك راهي اعملوا. اعملوا راه ماشي هي تحرك في الفراغ، هو تخدم دخل مدخول، وداك المدخول غتجعلو يكون دائم فضل الله سبحانه وتعالى. وبعد ما تيولي دائم شهر على شهر كتولي كدير ميزانيه العام، كتقول انا عندي المدخول شهري القد والقد، او عندي المدخول ديال الاسواق اسبوعيا القد والقد. المهم كيبان لك واحد المدخول يا 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 شهري يا ثلاث شهور يا ست شهور، كيبان لك واحد المدخول. راه كاين الناس اللي عندهم رواجها في الصيف، عندهم محارس البحر في الصيف، اذا عندهم مدخول مدة ثلاث شهور كيعيشوا به العام كله، كيخدموا هما ثلاث شهور كيجمعوا واحد الرزيق، تيديروا واحد النشاط اخر، كيديروا اشياء اخرى، ثلاث شهور كتدخل لهم مدخول ديال العام. اذا نقول اعمالو هي نعمل نربح واحد القدر، نجمعو ونحسبو وندير ميزانيه د عام، ونعيش قناع في هذيك الميزانيه وندخر واحد شوي، ومن بعد كنمشي وكندير بيت، كيدير انسان واحد العش، كيتلاقى واحد من الناس حتى هي عندها نفس القاعده، حتى هي اعمالو وعندها مدخول وكتداوم عليه كل شهر، كيتلاقاو تيقول له ودي انا عندي قد، يقدروا عنده القد، كيتعاونوا كينجحوا. باش نربحوا قول اعملوا بطاعة. يجي واحد يقول لك انا كنبحث على الحقيقة وانا كندير هذا، ايوا وشنو هذا؟ لا، اذا انت مسطي، انت ما تخرج راسك. راه كاين اللي مريض عقليا نفسانيا ضيشة فيه مرض بصح حقيقي، وكاين ما مريضش غير ما عارفش العنوان، ما عندوش لا ادريس لا غيمشي ليه، ما عندوش، عنده هو الدار البيضاء صافي، هو جا للدار البيضاء. شنو جاي يدير في الدار البيضاء؟ انا جيت للدار البيضاء. ايوا الدار البيضاء شحال فيها من دائره ولا؟ ماشي قداش الدار البيضاء؟ ايوا ولكن انا جيت للدار البيضاء. لا خويا خصك عنوان، دار البيضاء حي مولاي رشيد، دار البيضاء حي البرنوسي، تحيه حبابي البرنوسي، هذو وسط واحد الطفوله كبيره هائله في حي البرنوسي. انا راه ولد العمارات القدام، كبر تما، كان عندي عائله الخاله تما، دوزت واحد الطفوله هائله في البرنوسي. وباقي الان مواظب على البرنوصي، وكنحب هذاك ذاك الحي الهائم، وكنحب ناسه، وكنتقدم للسوق ديال البرنوصي، وعملنا شحال وراه بيرلي وشحال برنوصي من الاحياء اللي تنحبها، واحد الحب ما شاء الله على البرنوصي. تحيه لحبابيت البرنوصي. اذا ما تكونيش يا بنتي سكينه طيخه، ما تحليش
ما تحليش الباب ديال نبحث على الحقيقه. الا غادي تستمع للبرنامج عندي واحد الاستراحه، انا كندير معكم بحال واحد الاستراحه فيها ساعتين، استراحه فكريه، نداولوا ماده اخرى ساعتين. سال البرنامج سري تعلمي ديري الحريره، تعلمي ديري كونطابيليتي، تعلمي ديري بروغراماسيون، ما سهولكش في هادشي اللي كنقول. حتى يجي الحلقه الاخرى وجي عاوتاني ضيفه عندنا بركي تصنتي سالينا، سيري الكونطابيليتي، سيري البروغراماسيون، سيري الطبخ، سيري الطرز، وعباد الله سيروا شي حاجه اللي غتدخلوا منها الفلوس. بعد ما تخدمي تربحي الفلوس وديري المعدل ديال عام على عامين على ثلاث سنين وديري انجازك وتشكري دويلتك وتنجحي مع راجلك ومع وليداتك، وهذيك الساعه شمري واجي البحث في الحقيقه. شمري عندك ديك الساعه المطار، عندك فين تنزل الطائره ديالك وفين تطلع، عندك، لان العقل راه هو طائره خصو يلقى فين هبط ويلقى فين يطلع. ندخلوا الغابه كي غيدير طير في الغابه وكيدير هبط كي غيدير. اذا هنا ما تكونوش تابعين شي حوايج على اساس حيتهم زوينين راه يربحوكم، لا، كل حاجه الاجل، كل حاجه عندها اجل. لما فتحت هذا الباب راه ما عنديش 20 عام 25 عندي 55، البيبان ما كيتحلوش هكاك. طبيعه الحال الشباب والشابات يقدروا يذوقوه، اما باقي ما تقنتيش، ما عندكش اللغه مضبوطه، ما عندكش المنطق مضبوط، ما عندكش العمل مضبوط، ما عندكش كفاءه ومهاره مضبوطه، وتجي الحقيقه غتحمقك غتحمقك. معنا لاله نصيره من الحجم. مرحبا لاله نصيره. الو. مرحبا لاله نصيره. السلام عليكم امي، لاباس عليك؟ لاباس لاله نصيره، مرحبا بك. كداير؟ بخير. بخير الحمد لله، مرحبا بك. بغيت امي نطرح لك واحد السؤال، ولكن قبل بغيت نشكرك حيت كنت هضرت معك اخر مره في شهر 6 اقلتي وكنت هضرتي من فاش كنت هكا ديسكو، قلت لك كنت كنبدا كانت كيفاش كيهضر معك شي واحد طلبه هكا وكتعاونهم ياك، ولكن زعما وهضرتي لي على معنى الاستبداد. ودابا شنو وقع؟ واخا انا ما فهمتش شنو العلاقه ما بين هكا جبتي هكا زعما الاستبداد هكا وواحد الحاله هكا زعما في العائله ما بين الحاله ديالي، ولكن شنو وقع لي ان داك البكا ما بقاش كيجيني، ما بقيتش كان بحال جمعت راسي يعني وليت واخا وليت كنجمع داك كنسمع بحال داك المكالمات زعما كيبقى فيا نوعا ما الحال، انني كنقول انا بغيت نوصل شحال من حاجه ومازال ما وصلتلاش، وهذا هو السؤال دابا اللي بغيت نهضر معاك. ولكن وليت يعني كنقول هكا خصني نخدم، يعني خصني ندير بلاصتي في هذا الدومين دابا اللي بحال نقولوا تفرض عليا نوعا ما، ولكن ولكن زعما ديك الحاله ديال انني نبقى نبكي وكذا ما بقاتش كتجيني زعما. الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، الله يجازيك، الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. حققتي اول حاجه اساسيه الاستيعاب. استيعاب خصو واحد الرباعيه ثم واحد البنيه خامسه، هو خصو رباعيه الاستيعاب، خصو رباعيه تشكل. شنو هي هذه الرباعيه؟ هي استيعاب مبدا الكليه، وهذا كنستوعبوه في المراحل الاولى في الاشهر الاولى من حياه الرضيع، مبدا الكليه. ثم تيستوعب مساله جسمه وصوره جسمه، ده المبدا الثاني. والمبدا الثالث انه منفصل على صوره جسمه، منفصل على صورته. تخيلي الا بقى عند الدري ومشى تكبر بانه ما منفصلش على الصوره، بانه هو والصوره واحد، الا جبدك واحد بالعيب يدمرك، الا نعتك واحد بالعيب يدمرك، الا ما شافش فيك بالصيغه اللي كتنتظر يشوف فيك بها من حيث المنظور انت طالع على شفته ورضى عليك، هذوك صحاب لايك اي لايك 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 لي فيو، يدمرك وتبقى دائما محل. اللحظه اللي تيستوعب انسان انه هو في موضع وصورته في موضع وكاينه مسافه، كاينه مسافه، شتي هذيك المسافه هي اللي غيتشكل فيها الوسع. شنو هو الوسع؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تسمعني فيها مزيان بنتي، شنو بالك فيها؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تسمعني فيها مزيان. يعني بنادم خصو يدير غير على قد جهده، يعني ما دير شي حاجه فوق طاقتك، ما تكلفش نفسك شي حوايج. واش فيها ستريكتومون ايغال؟ واش فيها انفيريور ايغال؟ واش فيها سوبيريور ايغال؟
واش فيها ستريكتومون ايغال، واش فيها انفيريور ايغال، واش فيها سوبيريور ايغال، شنو فيها؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اختاري لي واحد هاد لي تخواز اوبيراتور الجبريك، ستريكتومون ايغال، انفيريور ايغال، سوبيريور ايغال. انفيريور ايغال سوبيريور ايغال. اوكي جاتك؟ شتي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، راه سوبيريور ايغال. قول لي علاش عمي؟ علاش عمي ما عرفتش؟ حنايا باش مغلفين بالقشره بحال السلحفات بحال التمساح ولا باش مغلفين حنايا؟ الجلد زعما. الجلد شنو خاصية الجلد؟ ترونسبيرون زعما كي انه كيتجبد. كيتجبد ولا ما كيتجبدش؟ كيتجبد. كما كاش كيتجبد ما نكبروش نتشرقوا بصح. على حنا كنبدلوا الجلد بحال الحلوجه. لا الدري كيدير 4 سنين كتفيق من الصباح كتلقى بدل الجلد. بسم الله الرحمن الرحيم. على حنا هي حلوجه كنبدلوا الجلد. هو اللي ما بدل الجلد يتشرق الحنش لان هو تيكبر والجلد ديالو ما تيكبرش معاه. ولكن حنا درنا الجلد كيكبر ولا ما كيكبر؟ كيكبر مزيان. دابا عندك واحد القرعه ديال الماء حداك البلاستيك حداك شي قرعه ديال الماء ديال البلاستيك حلوه. شوف شي قرعه حداك، شوف شي وحده حداك. حداك داير شي قرعه ديال الزاج قرعه بلاستيك ديال لا قرعه بلاستيك. شحال المحتوى ديالها؟ يطرو ولا يطرو شحال فيها؟ لا غير 125 ميلي. 125 ياك ملي؟ فيها 125 ملي ولا سنتيلي؟ لا ميلي لتر. ميلي لتر. اذا 125 واش نقدروا نردوها 130 ولا ما نقدروش نردوها 130؟ هذيك القرعة دابا بغينا نجعلوها تهز 130، ممكن ولا ماشي ممكن؟ ممكن ولكن ما عرفتش كيفاش. غنسخنوها وغنجبدوها. غتبدد البلاستيك. اها إذا دابا عندك واحد الشاليمو وجيتي غير بجنبها ماشي تحطي الشاليمو عليها هي غير بجنبها وبقيتي كتسخنيها وخشيتي لداخل واحد 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 القالب واحد العود ولا شي حاجة وبقيتي كتوسعي وكتسخني كتوسعي وكتسخني راه عندها واحد لو سو دو ديلاتاسيون خاصك غتحس بها ديك لا كورب دو روبتور. راه عندها واحد واحد لو سو دو روبتور ما توصلش له. راه عندها واحد لو سو دو ديلاتاسيون مطاطيه ولكن لقيتي كتجبدي كتجبدي غطردك غطرطق. ولكن قبل ما ترطق راه غتفوت لينا. شنو كيجعلها تفوت؟ منين جاتها الماده باش ولات مطاطيه؟ منين جاتها؟ كيتسمى السمك. وكانوا داروا لينا السمك ديالها قد الورقه ديال الكارت ما عندك ما تجبدي فيها. ولكن راه شتي هذاك البلاستيك راه شويه غليظ. كيكون غليظ. اذا كتاخذي من ليبيسور باش كتعطي لا لارجور. كتاخذي من ليبيسور باش كتعطي لا لارجور. ياك اشري فهمت بعاني. لا غير غنديروا الاسقاط لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انفيريور ايغال ولا سوبيريور ايغال؟ سوبيريور ايغال. علاش؟ لان شتيكو عطانا غير القدر اللي كتحتوي هي ما عمرنا نزيدو. لهذا كيقول لنا يدفع الله الناس الدفع. عنده قوه ديال الدفع سيدي ربي كيخدمك وهذه كتسمى ليمحص الذين امنوا. راه كاين ابتلاءيه من برا ويمحص من الداخل. الداخل عرفت ملي يطلق عليك دو فورس يطلق عليك الابتلاءيه يطحن يسخنك من برا وليمحصها من الداخل. عندك وحده الداخل كتخدم فيك وحده برا كتخدم فيك. علاش؟ باش يمحنك ولا باش يوسعك ويعمرك بالعلم. بصح ماشي كيف هذيك القرعه بعد ما غادي تكون عندها السم ونسخنوها ونمططوها وغتوسع غنقدروا نعمروا فيها الماء؟ نعم. وما حدا كتمطط وهي كتزاد فيها الماء يا كتمطط ولا كتزاد وراه كذلك حنايا. اذا ملي كتقرا لا يكلف الله نفسا الا وسعها شحال كاين من لا؟ واحده ولا جوج؟ كاين لا وكاين الا. ايوا هذيك لا وهذيك الا موان حطيتي قدامها شنو كيعطي؟ نعم هذيك لا موان ناقص والاخرى الا ناقص ناقص زائد ناقص كتعطي زائد بوزيتيف. هذاك الشيء دائما تيبقى يزيدنا حنا شتي زيد زيد. ولكن رحمه بينا خبرنا قال لنا غنمشي معكم بشويه شتي هذيك اللي يكلفوا هذاك خبر قال لنا غنمشي معكم بشويه ولكن شتي حقيقه راه يجبدنا ولكن كيجبدنا بشويه على قدرنا. وملي تنعيا ولا مدون بكيو تيهزي الدعاء بشويه بشويه. ما جبدناش الكورونا؟ جبدنا ولا جبدناش؟ جبدنا اكيد.
لاحظتي البناء كيوقف ها هو نقص شتي ارتفعت الاسعار ديال البناء البناء وقف ها مرق ها هو حبسوا عليه تبسوا ليهم مازال غيخدم الشغل هذا ما تشوف هذا ما تشوف ما باغيش يحشموا في استغلال الاشياء ديال الناس هذا يحصد يشفر الرمال هذا يقطع الغابه هذا يحرق الوزينات يشريهم ويبيعهم ويطحنهم تفرجوا غيجي لهم من حيث الناس اللي جاهم من حيث لا يعلمون عرفتي البروغرام ديالو باي 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 واسال عنه خبيره ماشي انا بنتي شي سؤال اخر؟ اه كاين عمي علاش معاك دابا هذا الشيء دابا اللي وقع لي دابا انا اصلا شنو بغيت نقول لك دابا اللي قلتي لي على القرعه بحال هكاك دابا انا براسي ما كنتش كنوقع نتوقع زعما نوصل بحال هذا الشيء زعما كنت ما داكشي اللي داز عليا من قبل اللي كنت عارفك كنقول الحمد لله زعما اللي قلت لها هذا الشيء ولكن دابا شنو كيوقع لي دابا انا من ديما زعما عزيزه عليا القرايه وكيعجبني القرا كنت كنقرا كان صغري داكشي ولكن دابا شنو ولا كيوقع لي ما هكا زعما فاش نبغي نقرا من غير البروغرام ديالي من غير الخدمه ديالي كنلقى بحال نفسي نفره هكا ما بحال ما كنقدرش ياك عادي 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 يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيمان لا يشبعان يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيمان لا يشبعان نهيم الطعام ونهيم العلم راه سيدنا رسول الله هذا يلا خرجي الحكمه من الحديث نهيمان لا يشبعان تيقول لك جوج ما كيشبعوش النهيم هو اللي عايز عليه شي حاجه تيقول لك اللي عايز عليه الطعام واللي عايز عليه العلم نهيمان لا يشبعان نهيم الطعام ونهيم العلم خرج الحكمه من الحديث راسي رسول الله هذا راه كيدوي بشي 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 ابعاد اللهم صل عليك رسول الله يعني اللي فهمت راه اللي كتبدا بحال الطعام ما كتبقاش ما كتشبعش ديما كيقول لك بالك كول عاوتاني العلم بحال هكاك مش كتقرا وانت كتزيد هكذا كي زربتي زربتي انت ما شاء الله عليك وزربتي ما تزربيش غتمشي للطعام وغتبركي ما تزربيش كلمه ندير على محاضره عام تما كلمه ما تزربيش دابا غنمشيو نربعو عن الطعام رباتي نعم كيفاش كيسميو العرب الطعام كيسميوه مأدوبه مأدوبة ياك ومأدوبة واش ماكلة ولا علم مأدوبة راه هي اللي غادي تخرج لنا الأدب فالعرب القدماء كانوا يقولوا فلان عنده آداب الليلة كانوا كيقولوا في العرادة كانوا تيقولوا فلان عنده آداب هاد الليلة ما كانوش كيقولوا مأدوب الطعام كانوا تيقولوا العرب القدامى فلان عنده آداب بمعنى غتمشي غتلقى الشعر غتلقى القصة غتلقى الرواية غتلقى المنطق غتلقى الفلسفة كانوا كيعرضوا على علماء تيبركوا معاهم على شعراء كيبركوا معاهم والجلسة اللي ما كانش فيها العلم كيديروا منها بنقص إلا مشاو عكلوا ورجعوا كيرجعوا مقلقين لهذا سيدنا رسول الله قال في حقهم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كان عندهم من الاخلاق ما شاء الله هو غير يتممها وجب التمام والكمال شنو هي الخاصيه بنتي ديال الطعام شنو هي الخاصيه يربي الذوق على ما كنسمعوش الله يرضي عليك دابا خدمتي معايا دابا خدمتي معايا كيربي الذوق وكيفاش كيتربى الذوق الطعام حنا المغاربه كنستعمل واحد عندنا واحد الجمله لهذه المساله هذه عندنا واحد الكلمه زوينه عند المغاربه كنقولوا كنقولوا كنسمو الطعام بالحامض المصير كنسمو يا كتسمعي المغاربه تيقولوا هذه الكلمه نعم منين جات هذه كنسمو منين اصلا نسمه من نسيم نسيم شنو هو النسيم ما عرفتش ها ما عرفتش كذا النسيم الدارجه هو الغربي الريح شتي ديك الريح اللي كتجي في الصيف كيكون الصاد واحد لقيتها كضرب واحد النسمة ديال الريح كتشوف العروشة كيتحركوا وكتبرداك هذيك إذا هنايا فين مشينا للرقة ولا مشينا للغلظة؟ الرقة شتي ما حدك تنسمي طعامك وياك تكونوا غلاقة كونوا دواقة العلم راه في الطعام تيبدا كونوا دواقة وعلموا ولادكم الذوق طيبين نفسك ونسمي بنيتي من الفطور حتى العشاء الله يجعل ما يكون غا عبيضة مقلية بالربيع
ولكن تنسمي بنيتي وتعرفي الذوق. شتي انت ترفعي الذوق في لسانك. كانت واحد الصورة عند أينشتاين كيخرج لسانه، عمرك شتا؟ لا شتا. شنو المعنى انه يخرج لسانه؟ مارس كبارك هذاك العليم قال لينا بهذيك الحركة شحال من واحد صحابو كيضحك وما كيضحكش هذاك، كل الناس ما كيضحكوش هذوك. شتي ديك تخريجة لسان ديال أينشتاين كيقول لينا بها ها هو لانفيني. دابا اللسان ديالك شحال فيه سنتيمتر؟ شحال؟ 15 14 ياك عاد صغير عندنا 20 ياك، وفي خبارك فيه لانفيني. يلا فيه لانفيني ولا ما فيهش؟ لا عارفه غير صغير وصافي ما كيبانليش لانفيني فيه. كاع الاذواق اللي خلق الله في الكره الارضيه كيطلعهم هذاك اللسان. الاذواق محدوده ولا غير محدوده؟ غير محدوده. هو كيعرفها فيه لانفيني ولا ما فيهش لانفيني؟ فيه. ها؟ نعم فيه. ياك شتي صغير عندنا مجموعه هنا دابا هو اللي كيهضر ولا ماشي هو اللي كيهضر؟ هو. شحال من لغه كاينه في الكره الارضيه؟ بزاف. شحال من كلمه كاينه في الكره الارضيه؟ ما عندهمش الحد. كيهضرهم ولا كيهضرهمش ولا تعلمهم؟ كيهضرهم. لانفيني ولا ماشي لانفيني؟ لانفيني. ها؟ اذا بالك شنو نعطاك؟ اللي دوزنا على الطعام حالك على لانفيني اللي هو اللسان. وقال لك ربيه بالذوق حيت لا ربيتيه بالذوق. واسمعي مزيان شنو نقول لك عزيزتي. الذوق دال ولا مدلول؟ دال. الذوق اسمعي مزيان دال ولا مدلول؟ الذوق. اه يمكن مدلول. والله يرضي عليك. ولا تربى فيك المدلول؟ تربى فيك القريحة باش تمشي تلاقي الدال ديالو ولا ما ترباش فيك؟ أكيد عاد تربى. ورا هذاك الشيء اللي قال لنا سيدنا رسول الله. قلت لك اش قلت لكم سيدنا رسول الله الحديث هذاك ردوا البال. دابا الشيء وخليتك هنا مع سهلة نهي من يشبعان نهي من الطعام ونهي من العلم غاتجيك عادية نهي من يشبعان ألا راه عطانا ساروت. إذا واخا نكونوا فقراء ناكلوا بالذوق. ماشي نمشي نبقى انا نغلق الله يحسن العوان كنت خدام وتماره راه غنمشي نتجلوق ناكل واحد العجب الزيت ما عرفناهاش من الزيت. كنحاول نعمل زعما من الديما واخا من اللي كنت قلتيها لي كنحاول ندير حاجه جديده ونتقنها غير باش على حساب الوقت. لا ماشي توجديها وتقنيها وخصك تقنواي خصك ملي تذوقيها تقنواي. دابا انا داوي معاك عندي حبابي كنطلب منهم يصيبوا لي السم الحر ياك. عندي في الخزين السمن عنده 3 سنين، عندي في الخزين السمن عنده 4 سنين، عندي في الخزين السمن عنده 5 سنين. وفي خبارك عندي القدرة نذوق ديال هاد عامين على هذا اللي عنده 3 سنين، على هذا اللي عنده 4 سنين، على هذا اللي عنده 5 سنين، كنذوق الفرق بيناتهم. وكنعرف التأثير ديال كل واحد فيهم في جسمي، وكنعرف القدر. واش معلقة صغيرة ولا نص معلقة صغيرة ولا نص معلقة كبيرة، عندي القدر. على حساب الصحة ديالي والظرفية ديالي غنعرف القدر وغنعرف نمشي لهذا ديال 3 سنين ولا 4 سنين، منين جبتها؟ من الذوق. الذوق واش من بعد رشدني العين ولا ما وصلنيش العين؟ وصلك العين. اي واش كتسيني؟ واش كتسيني؟ دابا انا هذا الموضوع منين فتحناه شنو هو المدخل؟ باش وصلنا لهنا شنو المدخل؟ دابا راه نشوف واش عندك الربط ولا ما عندكش الربط. شنو المدخل باش فتحنا هذا الموضوع؟ شنو المدخل؟ كنتي عاقل ولا نفكرك؟ الله يسلم. ها؟ من الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا قبل منه المدخل راه كان كلامك. الحديث صلى الله عليه وسلم راه جواب. الله رجع المدخل دابا انا عاقل على المدخل ديالك وانت قدرتي المدخل ديالك ديال القرايه اللي قلت لك عندي الرغبه ولكن كنقرا في لافراز انا عرفتي لقيتي المدخل تعطلتي حتى بشت فيك. المدخل هو كتلقي راسك ما راغباش ما باغياش قانطه فحلتك على الذوق. علاش حلتك على الذوق؟ دابا دير الربط تبارك الله عليك دابا باقي عندك الربط واخا شويه مضر باقي كاين. اذا دابا ها انت المدخل ها هو كنمشي نقرا كنلقى راسي كنمل كنلقى راسي ما قادرش وانا كنحب العلم. اذا ما خصناش يكونوا متناقضين هاد الجوج. انا كنحب العلم وملي كنمشي لهم كنلقى راسي ما قانط. دخلتك للذوق ربطي دير الربط شنو يبان لك؟ اذا تربى عندي الذوق غادي تولي عندي الرغبه في القرايه. المساله ماشي في الذوق. المسألة ماشي في الذوق، الذوق غادي يضرب في بلاصة أخرى. أش غادي يعطيك الذوق؟
اللي كتذوقي شي حاجه هي نيت كيدير فيك؟ انتي قلتيها بالضحكه ديالك، الله يرضي عليك. الضحكه جواب، الضحكه جواب. دابا هذيك الجواب رديه لي دال، هذيك الضحكه دابا علامه، حيدي لي العلامه وجي لي الدال. سعيد فيك الذوق؟ وقولي راه قلتيها بالضحكه ديالك. رد لي البهجه زعما غيقنويك غيقنويك غيمتعك غيفروحك وانت خايفه، انت خايفه لا تذوقي وتبقاي تلعبي في الاذواق وتفروحي وتحماقي وديري شي زبله. ما غتفروحي ما غتحماقي ما غديري زبله، ما تخافيش. ماشي كاين امي دابا فهمتك، كاين حتى حاجه اخرى. اشنا هي؟ واخا هاد بعدا باش مشيت صغير على لوك زعما لا يتسالى، بغيت نجد حاجه واحده اخرى. واخا هاد النقطه الاخرى زعما اللي قلتي لي خايفه، راني ما فهمتهاش مزيان. خايفه بحيت انا غنشرح لك دابا. واحد البنت باقا ما مزوجاش ياك، وجميله وزويونه وما شاء الله عامره عامره بالانوثه ياك. بزاف الناس في المجتمع كيبغيو هاد الطفى باش ما تهيش الرغبه لتصدق ديال شي زبله. انا دابا جيت كنذوق الرغبه ديالك وكنقول لك سيري ذوقيها بالاذواق وسيري هيجيها وشعليها وما تخافيش ما غديري حتى زبله. صافي صافي ولكن اشنا شنو علاقتها زعما بالعلم؟ هي لا جويسونس. دابا صاحب العلم ما كيعطيش المولاه لا جويسونس ولا شنو؟ الشيء اللي كيقرا العلم ربح لي معاه 10 مرة في كل صفحة. يلا لا جويسونس اللي عند العلماء، وما عندكمش انتم مع رجالتكم مع عيالتكم ما عندكمش. لهذا سيدنا رسول الله نعتهم بالنهيمان. نهيمان معناتها راه اديكت، راه عنده اديكسيون. اذا فين رحلتك باش ما يتهرش لك الرغبه العلم مع الملل؟ كيما تلقاو الملل عرفوا نفسكم مخصوصه من اللذه، النفس تعطيها اللذه تتنشط. اذا باش نعطيوها اللذه الحلال الرخيصه في اذواق الطعام، عالونوا اذواق الطعام وهي غادي تمتع لك تم وغتشحنك تم وغتم هي جايباك غادي بك العلم. لهذا قلت لك العرب القدامى راه كان عندهم كيقولوا اداب مأدوبة، كيقولوش مأدوبة، كانوا تيقولوا اداب ماشي مأدوبة، مأدوبة راه تم بعد. اما كان تيقولوا فلان عنده اداب الليلة، هذا الليلة عنده اداب في داره. اداب هي شعراء مفكرون فلاسفة كانوا كيعرضوهم الناس وكيديروا الماكلة، الماكلة عندهم ثانوية. ولكن راه كتربي الذوق باش يرجعوا يتصنتوا. ملي كيجي واحد الدري صغير باقي ما فاهمش العلم ما غيرجعش مع باه النمرجية يقول له خليني نمشي نلعب مع العودان. ولكن الا حطوا له واحد بصيلة بالمروزية معسلة دري صغير تيبلو حلاوة، هذاك تياكل المروزية وباه تيتفلسف مع الفلاسفة كلهم براعين. والدري من شداسو المروزية راه ودنوك هتسمع العلم، مع المدة تيولي كيحمق. هذاك المجلس كل اللي جابوا طعام، حيت طعام في أذواق. بارك عليك. نستريحوا شوية ولا نزيدوا واحد الساعة، راه باقي تقريبا 5 دقائق. يلا زيد واخا زعما ما بقاش الوقت تجاوبني. لا باقي 5 دقائق. لا في الاخر بارك 5 دقائق. راه نمشيو من هنا حتى للمحمديه الا كان طريق حاوي طياره بطبيعه الحال. قلت لك عمي كنحس حتى فهمتيها كثقيله وراسي ثقيل وكنبقى بحال هكذا زعما فهمت. عندها علاقه بالذوق ياك؟ وعاطيني حاجه واحده اخرى. قول حاجه واحده اخرى. دابا فاش كنبغي نوجد لخدمتي، فاش كنكون كنخدم كنكون دايره بروغرام هكا للنهار، واجبات ديالي هكا المنزليه وهكا والخدمه عاوتاني، فاش كنبقى نوجد بحال كنلقى راسي مثلا هنا سهيت في التليفون، هنا مثلا التليفون ولا حاجه واحده اخرى، كنهم كنبقى هكا كنتلها هكا حتى كنسى راسي هيا جات نص ساعه، هيا جات ساعه، واخا تقدر كنكون كنتفرج داك الشيء وما عاجبنيش، زعما ما رانيش هكذا ما رانيش كنقول خصني نكمل زعما يعني ما نستمتعش بداك الشيء. قول لي وكنبقى نضيع الوقت حتى كنلقى في داك الشيء البروغرام ديالي كيتعطل على 3 ايام ولا سيمانه ولا. نعم عمي قول لي شكون اللي كاين شي حاجه قوه من الماء؟ لا ما عنده قوه، ما كاينش اللي قوه منه، هو قوه من النار يطفيها. لهذا في يوم القيامه اذا البحار سجرت الله غيعطي واحد القوه للنار غتحرقه. ديك النار اللي هي غادي
تصرف جهنم هذيك النار عندها قوة خاصة تحرق، ولكن من غير هذيك النار اللي يعطيها الله هذيك القوة هو تيطفي كاع العافية اللي كاينة. كي تجي كلمة تلعب به كيما بغيتي ولا كيتشنج لك في يدك؟ لا كتلعب به كيفما بغيت. ساهل ولكن لا تجمع وعمر تقدش له. يضربك يهرسك، إلا تجمع وعمر يضربك يهرسك. ما تحاولش تخلق بنت أخرى منك. شتي النظام راه كل واحد وعنده نمط النظام خاص به. تحاولوش تقلدوا نظام شي واحد آخر. عندك تسحاب راه كاين واحد النظام اللي سميتو النظام العشوائي لوردر كاوتيك. وسير شوف علماء فيزيك كونتيك اللي تيدخلوا للحيتيات ديال لي بوزون ولي بروتون والكوارك، وسير شوف واش كيلقاو تما شي نظام معقلان. داك الشيء مفروح، ماشي مفروح، ما بقاش عندك ادوات نظم اللي هي بروسيدورال تحطها عليها وتقولها كيفاش. نو بريسك تيولي لالياتوار، تيولي العشوائي. ولكن عندك تسحاب راه اللي غيظهر لك انت عشوائي الى عطاك الله القدره عليه منه تخرج نظام منه. اللي نصحك حافظ على الذوق وعلى الراحه النفسيه ديالك، ما تضغطش على نفسك، ما تخليش حاجه تضغط على نفسك. وهذاك الضغط اللي غيكون عندك في العمل هذاك الضغط استعمال الزمان، ماشي ضغط النفس، هذاك استعمال الزمان. اما ضغط النفس ما غتقول جاك النعاس نعسي، تعشيتي ونعستي وفقتي وجاك الجوع كولي، ديروا جوج عشاوات صغار، عاوتاني كلتي العشاء الثاني صغير ونعستي وفقتي وجاك الجوع كولي. ما تقولش ناري عندي ثلاثه العشاوات غنولي كبيره وغنولي غليظه، ناري خصني نحافظ غير على عشاء ولا جاني الجوع ناكل خيز زوه. والتلال عندك الكفته وعندك الكروفيت ونعستي وفقتي وجاتك الشهيه الكروفيت سيري جبدي وشوي منه، بعد ما كليتي قريتي شويه ونعستي وفقتي وجاتك الشهيه ستيك سيري شويه. وما ما تخافوش ما ديروش خاصني نفطر بسكوطه فروماجه ونتغدى بكذا ونتعشى نحن قوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كناكلوا بقاش ما جعنا، وإلا كلينا ما كنشبعوش كنخلي هاي كنديروا دي بتيت كولاسيون. ها الريجيم اللي وصلوا له كاع العلماء في العالم هو ما تفورسيش وما تخنقش، خلي الرغبه غاده مع الشهيه والشهيه غاده مع الميزان. وكذلك العمل، واحد النهار غنقدر نخدم على السوايع، واحد النهار غنقدر نخدم على ثلث ساعه، ما نوضش نبقى نأنب في راسي ناري ثلث ساعه وانا كاسول، لا من المعدل هذاك النهار ربعه، هذاك النهار ساعتين، هذاك النهار ساعه، هذاك النهار ثلث ساعه، ونجمع هادشي كله ونخرج افيجي وتعطيني واحد المعدل. يعني نشكركم على حسن الاصغاء والاستماع، كنضرب لكم موعد ان شاء الله يوم السبت لقاء مع المحلين، والسلام عليكم ورحمه الله.